النهارده ان شاء الله يا باشمهندسين هنتكلم على شابتر 9 وهو السنترويد او السنتر اوف ماس. شابتر 9 ده يا باشمهندس عشان تبقى عارف هو جزئين، الجزئين بالظبط يعني ما فيهوش، شابتر 9 ده ما فيهوش فن كتير زي ما انت فاكر، هو شابتر بسيط فيه جزئين بس. الجزء الاولاني هو جزء عباره عن اشكال محفوظه سواء وايرز او فوليومز او اريا، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ده بيبقى انتجريشن، برضه الانتجريشن مش صعب يعني، ما تفتكرش ان احنا بنجيب لك انتجريشن صعبه او حاجه صعبه، لا انتجريشن برضه بسيط. بس اهم حاجه من العنوان بتاع التوتوريال بتاع النهارده لازم تبقى عارفه السنتر اوف جرافيتي والسنترويد. محدش يفتكر ان دول حاجتين يعني، قصدي ان دول حاجه واحده او ده معنى واحد، لا دول حاجتين على فكره. السنترويد ده بعتبر ان الشكل بتاعي الرو بتاعته كونستنت، يعني بعتبر ان الشكل بتاعي ده كانه موجود من ماتيريال واحده. يعني انت عندك شكل مثلا عباره عن ايه، عباره عن سلندر، ورحت حاطط على السلندر دي نص كوره مثلا، يعني السلندر دي والكوره والنص كوره دي ايا كان المادتين المعمولين منهم، لو انت بتحسب سنترويد ما بتبصش على الرو اصلا، ما بتبصش على الماس، ببص بس على الفوليوم. لكن السنتر اوف جرافيتي او السنتر اوف ماس لا، ببص على الدينستي، ببص على الماتيريال بتاع كل واحده منهم، لان ده بيفرق معايا في الحسابات. تمام، زي ما هنشوف دلوقتي. فخلي بالك ان نجيب في سؤال من الاسئله، وده دايما بيحصل في الفاينل، يعني يقول لك هات لي السنترويد اوف ذا فولوينج شيب، بعد كده يقول لك طب لو الدينستي بتاعت الجزء الاولاني ده معمول من كذا والجزء الثاني ده معمول من كذا، احسب لي السنتر اوف ماس او سنتر اوف جرافيتي. فطبعا ساعتها عمر ما هيبقى سنتر اوف ماس هو هو سنترويد. الحاله الوحيده اللي السنتر اوف ماس بتساوي سنترويد لو الاثنين معمولين من نفس الماده، لو الشكل كله معمول من ماتيريال واحد، ساعتها يبقى السنترويد هو هو سنتر اوف ماس او سنتر اوف جرافيتي. ماشي باشمهندس، ممكن نعمل الحته دي تاني عشان لسه داخلين. تمام، السنترويد يا باشمهندسين احنا لسه بنتكلم في العنوان، عنوان سنتر اوف جرافيتي اند سنترويد، ايه الفرق بينهم؟ السنترويد ده بيعتبر لو انا عندي شكل مثلا عباره عن سلندر زي تيمسفير، بيعتبر ان الاثنين مصنوعين من ماده واحده حتى لو هم مش مصنوعين من ماده واحده، يعني بيعتبر ان الرو كونستانت. هو سنترويد بيعتبر ان الرو كونستانت حتى لو في حقيقه الامر مش كده، بس السنترويد ملوش علاقه غير بالشيب، بالفوليوم، بالجيومتريك، بالجيومتريك شيب. اما السنتر اوف جرافيتي، وممكن تقول برضه ان هو سنتر اوف ماس، لا ده ليه علاقه بالماس، ده ليه علاقه بالماس. فلو انا عندي جسم مكون من مادتين مختلفين، يعني ده مثلا الومنيوم، ده معمول من الومنيوم مثلا، الحته دي الومنيوم والحته دي ستيل مثلا زي ما هنشوف في مساله كمان شويه، هتلاقي ان السنتر اوف ماس مختلف عن السنترويد، لان ده الدينستي مختلفه عن ده، فده الماس بتاعته هتبقى مختلفه عن ده، فمش هيعتبر كانه جيومتريك واحد. طب ايه الحاله اللي بنقول ان السنتر اوف جرافيتي هو هو السنترويد؟ لو الرو بتاعت الماده واحده، يعني لو المادة واحدة الرو بتاعتها واحدة. تمام؟ يعني الاثنين ده معمول من مادة واحدة. حد عنده سؤال؟ في العنوان معايا يا باشمهندسين ولا ايه؟ تمام. مع حضرتك. تمام. طيب. تعالى زي ما قلنا الجزء هينقسم لجزئين، او السنترويد او السنتر اوف ماس ده بينقسم لجزئين. الجزء الاولاني هو كومبوزيت بوديز او شكل مكون من اشكال معروفه. تمام، سواء الكومبوزيت بوديز ده يبقى عندي وايرز، يبقى فيه وايرز وبيبقى فيه اريا وبيبقى فيه فوليومز. يعني عندي وايرز وارياز وفوليومز. تمام، واريا بقى اللي هي مثلا تراينجل، ريكتانجل، اي حاجه، وفوليوم اللي هي بقى سلندر، اي حاجه من الحاجات التانية زي ما هنشوفها دلوقتي.
المهم يعني الكومبوزيت دوتس ده كونسيست اوف سيريز اوف كونكتد سيمبلر شيب بودز، يعني كل سواء وايرز او اريا او فوليوم ممكن اي شكل، طبعا بيبقى مكون مجموعه من الاشكال، ممكن اخليهم لاشكال ابسط تمام، يعني ريكتانجل تريانجل سيمي سيركل وهكذا تمام. بعد كده بحدد السنتر اوف جرافيتي بتاعهم او اللوكيشن بتاع السنتر اوف جرافيتي بتاعهم، طبعا ده بيبقى زي ما قلنا بناء على الدنستي، خلي بالك يعني بناء على الشكل الشيب، بعرف السنترويد بتاعه وكمان بضربه في الماس بتاعته تمام، وبستخدم القانون ده سميشن اكس بار في ويت على سميشن الويت. يعني ايه؟ يعني انا قسمت الشكل بتاعي لواحد اتنين اهو، عندي شكل عبارة عن مثلث ومستطيل تمام، هقول ده واحد وده اتنين، عايز احسب السنتر اوف جرافيتي هعمل ايه؟ بالنسبة للإكس هيبقى إكس بار واحد، إكس بار واحد في ويت واحد أو ماس واحد، خلينا نتكلم على ماس واحد، يعني مش هدي لك حدة السنتر أوف جرافيتي. طبعا السنتر أوف جرافيتي اللي أنا بضرب الماس في الجي كمان عشان أحولها الويت، بس طبعا دايما بتسأل على، تلاقي نفسك بتسأل على السنتر أوف ماس. وهنا إكس بار اتنين في إم اتنين، على M1 plus M2 معايا باشمهندسين. فهنا بقى في السنتر اوف جرافيتي او السنتر اوف ماس بيبان حدة الماس، فلو هنا الدينستي بتاعت واحد مختلفة عن الدينستي بتاعت اتنين، فهضرب الاريا بتاعت واحد في دينستي مختلفة عن الدينستي بتاعت الاتنين. طيب لو هو بقى بالنسبة ده معناها كلمة summation x bar في الدبليو، طبعا الدبليو زي ما قلنا ان هي ام جي، فكأنك لو كان في جي هنا وفي جي هنا، في هنا جي وهنا في جي، كأن شلت الجي فوق وتحت، فالcenter of gravity بيبقى هو يعني معايا center of mass. طبعا in case of centroid لو volume، لو انا بقى شغال في volume زي ما قلت بعتبر ان الرو واحدة، فأشيل الام دي او اشيل الويت ده واخليه في، يعني بدل ام واحد تبقى في واحد، وهنا في اتنين، وهنا تحت في واحد وفي اتنين تمام. طيب لو في الاريا بدل الفي هتبقى ايه او بدل الويت هتبقى ايه؟ طب لو في الوايرز هتبقى ال، يعني الوايرز ده 1 دايمنشن، الاريا 2 دايمنشن، الفوليوم 3 دايمنشن. وبالتالي يا باشمهندسين يبقى انا قدرت ان انا اقول لك القانون الرئيسي اللي احنا هنشتغل بيه، بس لازم تبقى عارف الكومبوزيت بودز دي بتتكون من ايه، او البادي ده بيكون متكون من ايه. ناس سامعاني معايا؟ الصوت واضح؟ اه تمام تمام. فأول حاجة لازم نبقى عارفينها الايه؟ الوايرز. الوايرز نوعين، لإما واير على شكل لاين، سواء اللاين ده هوريزونتال فيرتيكال مايل، ببساطة شديدة جدا ده مش محتاج بقى تحفظ له قانون، السنترويد بتاع الواير هيبقى في النص، يعني لو ده ال ده هيبقى ال على اتنين وده ال على اتنين تمام، وده برضو ده هيبقى ال على اتنين وده هيبقى ال على اتنين. معايا باشمهندسين؟ ولو في النص برضو هيبقى هنا ده الحته دي قد الحته دي. طيب بالنسبه بقى للسيمي سيركل او نص دايره، خلي بالك احنا بنتكلم على واير، يعني بنتكلم على الحته الزرقاء دي بس، بيبقى في حاجه اسمها اكسس اوف سيمتري او محور تماثل، بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ اكسس اوف سيمتري او محور تماثل. السنترويد بيبقى على محور التماثل ده، بيبقى طوله 2 ار على بار تمام، على محور التماثل. طب لو الواير
عامل شكل كده. ساعتها بدور على محور التماثل فين اللي بيقسم نص الدايره الربعين واحط الاثنين ار على باي عليه. خلي بالك يعني ممكن ما تجيلكش ان نص الدايره بالشكل ده ويبقى المحور بتاعه فيرتيكال، لا ممكن يجيلك ان المحور بتاعه مايل. فلازم توقع الاول السنترويد فين وبعد كده خد 2 ار على باي دي واشوف الزاويه بتاعتها مع الاكس واعمل لها ريزوليوشن وحلل. تمام، لازم تبقى فاهم الحته دي كويس. بعدين لو ربع دايره يبقى 2 ار على باي في الاكس و2 ار على باي في الواي. طبعا زي ما قلنا بتحتاج الطول بتاع كل واير، فلو هنا الطول بتاع الواير هيبقى نص السيركونفرنس يعني باي ار، وهنا الطول بتاع الواير هيبقى باي على 2 في الار. تمام، حد عنده مشكله في الواير زي باشمهندسين الاشكال بتاعتها؟ تمام، تعال نشوف بقى المساله هنعمل فيها ايه. يعني تعال نشوف مساله فيها وايرز، شوف هنحل المساله ازاي. اهو مساله زي دي بيقول لي لوكيت سنترويد اكس بار واي بار اوف ذا يونيفورم واير بينت ان ذا شيب داون. عايز الاكس واي بار والواي بار. اول حاجه بتعملها بتعمل ايه؟ بنقسم الواير ده، بنقسمه. طبعا هو شكل الواير دلوقتي نان يونيفورم، بس اقسمه لمجموعه من الوايرز اليونيفورم، فكلها وايرز على لاين. يعني ده هسميه واير واحد، ده هسميه واير اتنين، ده هسميه واير تلاتة، ده هسميه واير أربعة. وأعمل إيه؟ أعمل تيبل بسيط جدا، ببساطة شديدة جدا. أحط هنا في النمبر بتاعي، وبعد كده أحط هنا في الإكس بار بتاع كل واير، وأحط هنا الواي بار بتاع كل واير، وأحط هنا الإل بتاع كل واير، وبعد كده اضرب الاكس بار في ال والواي بار في ال. فتعالى نمسك اول واحد. تروح اول حاجه عاملها ايه يا باشمهندس؟ لو انت طبعا شغال في قدامك مثلا الامتحان او ورقه الامتحان او قدامك ورقه الاسئله بتاعتك، احط النقطه اللي فيها السنترويد واحسبها كاني بحسب نقطه. حد يقدر يقول لي النقطه دي الاكس بار الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام؟ 0.75 0.75 برافو عليك بالظبط. فالواحد ده زيرو، الاكس بار بتاعته زيرو، كاني بجيب احداثيات نقطه. يعني كاني بجيب احداثيات نقطه، بس النقطه دي هي النقطه بتاعت السنترويد اللي هي بتقسم الواير لنصين بالظبط. فهنا زيرو و75 و150. تمام، ببساطه شديده جدا. طيب الواير الثاني، حد يقدر يقول لي الواير الثاني السنترويد بتاعه كام وكام؟ 25 و0 بالظبط، 25 و0، والطول هيبقى 50. تمام، تالت واير 50 اول حاجه بالظبط. خلي بالك ان في 20 فرق، فالطول ده كله، الطول ده كله 130، فهنا دي تبقى 65 صح زي ما زميلكم قال، ودي 65، فيبقى هنا 50 في الاكس و65 في الواي، والطول 100 والطول 130. احنا قلنا ده 4 وسمي ده 5 ماشي، او اي حاجه يعني ممكن تسمي ده 4 وده 5. فهنا حد يقدر يقول لي السنترويد هيبقى فين؟ 50 و150 بالظبط، 50 و150 والطول 100. هو مش كده المفروض في ناقص واحد واحد ربع ولا لا 5 اوكي خلاص خامس ما في 5 50 و150 و100. اخر واحد بقى لو بصيت عليه هتلاقي السنترويد بتاعه في النص 75 و130 هما دول الخمسة وايرز بتوعي. بس حطيناهم في التيبل البسيط ده عشان اوضح لك كل واحد السنترويد بتاعه فين. وبعد كده بقى بنعمل ايه؟ بنعمل ايه في التيبل ده؟ تعال نشوف هنعمل ايه في التيبل بعد كده.
زي ما انت شفت قلنا الارقام اكس بار وواي بار وال كل الحاجات دي احنا كنا لسه كاتبينها ورا. بعد كده بتضرب اكس واحد في ال واحد تبقى ده يبقى تحت العمود اكس بار في ال. بعد كده فيبقى زيرو اكس 2 25 في ال 2 يبقى 50 يطلع لك 1250. اكس 3 في ال 3 6500. اكس 4 في ال 4 50 في 100 يبقى 5000. 75 في 50 يبقى 3750 وهكذا. لو عندي 6 يبقى اكس 6 في ال 6 واعمل سميشن للاكس بار في ال اللي احنا قلنا زي ما قلنا اكس 1 في ال 1 بلس اكس 2 في ال 2 بلس اكس 3 في ال 3 يطلع معايا 16500 على سميشن ال 480. يطلع معايا ان الاكس بار ب 34.75. بقولنا سميشن اكس بار في ال ده عباره عن ايه؟ اكس 1 اهو بكتبها تاني عشان برضو ما اعرفش الناس بتتلخبط فيها ليه. في ال 1 بلس اكس 2 في ال 2 وهكذا لحد ما اوصل للعدد اللي انا واصله. تمام بلس نقط بقى كمل لحد ما اوصل للاخر على مجموع الالات. تمام طبعا ممكن تعملها الكلام ده ومن غير تيبل بس احنا يعني بنحب نحطه في تيبل عشان يبقى الارقام واضحه قدامك في الشرح. لكن انت وانت في الحل في الامتحان ممكن تكتفي بس باول ثلاثه اول ثلاثه عمدان في التيبل وتحسب انت الحسابات على الكالكوليتر على طول وتطلع. يعني مش لازم زي ما قلت لك الامتحان او زي ما انت شفت يعني الامتحان بيبقى ام سي كيو والانسرز في الاخر بتطلعها فانت مش لازم تكتب العمدان دي بالظبط. انت لو عملت اول ثلاثه في التيبل مثلا وانت رحت عامل السميشن براحتك على الكالكوليتر على طول تقدر تحسب. كذلك اضرب واي 1 في ال 1 واي 2 في ال 2 وهكذا واخد سميشن للواي بار في ال يطلع معايا 85.3. تمام في نقطه بقى مهمه جدا انا دايما بحب اقولها يا باشمهندسين هي نقطه ان انا ازاي اعمل بريدكشن او اتوقع الانسر. ازاي اقدر اتوقع الانسر ازاي؟ ببساطه شديده جدا يا باشمهندس تعالى معايا بص نبص على الواي. حد يقدر يقول لي بالنسبه للوايرز اقصى قيمه للواي هتبقى كام؟ 150 صح. تعالى حط عند النص حط في النص ده خط ده واي ايكوال 75. فتح المايك يا باشمهندس. واي 75 اسالكم بقى سؤال وردوا عليا بقى انهي اللي فيه وايرز اكتر النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ اللي تحت. لا اللي فوق زي اللي تحت. تاني يا باشمهندسين ده دول اكتر ولا دول اكتر؟ اللي فوق. اللي فوق بدل من اللي فوق اكتر هلاقي السنترويد في الحته اللي فوق. هلاقي السنترويد بالنسبه للواي بار في الحته اللي فوق. يعني انا لما شفت كده بالشكل واضح ان في وايرز اكتر من بعد واي ايكوال 75 فانا متوقع ان الواي بار تبقى اكبر من 75. طبعا الكلام دوت انا بعمله عشان اعمل تشيك على الانسر بتاعتي. يعني بعد ما حليت المساله عايز اشوف الانسر ماشيه صح ولا لا. فبص كده الاقي فعلا الواي بار طلعت 85.8 وبالتالي طلع الانسر متوافقه مع اللي انا متوقعه. تمام طيب تعال نشوف اللي بعديه في الاكس. اقصى قيمه للاكس كام؟ 100. اجي عند 50 واروح راسم خط. تمام انهي اللي فيه وايرز اكتر الحته دي ولا الحته دي؟ شمال. فانا متوقع ان السنترويد بتاعي يبقى هنا يبقى من اقل من 50.
انا مش شكل واضح قدامي ان السنترويد اقل من 50. فعلا هيطلع ان السنترويد 34.37. الوسيله دي انا بستعملها للتشيك، يعني انا خلاص حليت الانسر وعايز اشوف الانسر ماشيه صح مع الشكل ولا لا. تمام، حد عنده سؤال يا باشمهندس في المساله دي؟ انا لو اعتبرت ان ده ريكتانجل شلنا منه واير والتاني ريكتانجل شلنا منه واير، هتتحل برضو ولا هتبقى مشكله؟ لا، هو الريكتانجل والحاجات دي في الاريا، لكن دلوقتي واير مش على الواير. ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها ريكتانجل في الواير. طب تمام ماشي. حد عنده سؤال؟ زي ما قلت لك، حته ان انا اعرف الرينج بتاع الاجابه دي بتبقى مفيده، خصوصا وانت بتحل ومش معاك، مش قدامك انسر، او بتحل حاجه مش قدامك انسر، فعايز تتاكد ان الرينج ده صح ولا لا، بالذات في الامتحان. موضوع طبعا ما بياخدش كتير دقيقه، طبعا انا بقولها لك دلوقتي اول مره، فالناس ممكن تكون اخذت مننا شويه وقت، لكن هي في الواقع بتاخد منك ثانيه او دقيقتين. ان انا ببص كده على الشكل ببقى مخمن هو المفروض يطلع في انهي انترفال بالظبط، واشوف الانسرز بتاعتي طلعت صح ولا لا، او متوافقه مع ده ولا. تعال نشوف سؤال 45. هنا بقى في السبيس، يعني اللي فات كان في 2 دي، هنا ده في السبيس برضو. هنقسم 1 2 3 4. طبعا مش عايز اقول لك، يعني لو عكست الترتيب ده مش هيفرق معايا، النهايه هو ترتيبه خلاص. يعني لو واحد عمل ان ده 1 وده 2 وده 3 وده 4، اكيد يعني مش هيحصل، مش هتحل غلط. يعني اول سنترويد تمام هحطه هنا. حد يقدر يقول لي بقى هنا السنترويد ده بكام وكام وكام؟ 0 و 100 و 0. بالظبط، يبقى أول واحد أهو 0 100 0 والطول 200. طيب تعال نروح للتاني، ده ربع دايرة. ربع دايرة كان ليها قانون مفروض تحفظه، زي ما قلت لك هو عبارة عن إيه؟ 2R على باي. فيبقى 2 في 200 على باي و2 في 200 على باي وفي 0 في الزد، لأن هي أصلا كده كده في الإكس واي بلين. أي 2 في 200 على باي و2 في 200 على باي وصفر في الزد. طبعا لما تيجي تحسبها يعني كديسيمال تبقى 127.327. والال قلنا بقى الال هو عبارة عن محيط، أنا بحسب طول، فهي ربع محيط الدائرة أو ربع 1 over 4 circumference بتاع الدايرة. ف 1 over 4 في 2 باي يعني باي على 2 في R. فباي على 2 في 200 يطلع معاك 314.16. تالت واير ده طول 400. حد يقدر يقول لي السنترويد بقى ك X و Y و Z كام؟ 200 و0 و200. برافو عليك. 200 في الX. 200 في الاكس، 0 في الواي لان هي في الاكس زد بلين اصلا، و 200 في الزد، ف 200 و0 و200 والطول 400. تمام، اخر واحد ده مايل، نقدر نحسب طوله من الترينجل ده 200 وده 400، يبقى هي يبقى سكوير روت طول بتاعه 200 سكوير بلس 400 سكوير. ببساطة يعني طوله سهل نقدر نحسبه. لو عايز تحسب بقى السنترويد في طريقتين. الطريقة الأولانية لما أنت تبقى عايز تجيب نص نقطة في النص، يعني هنا دي نقطة في النص من ده وده، احسب النقطة دي زائد النقطة اللي في الآخر دي على 2. فالنقطة دي الأورجين، ده كده بجيب قانون المنتصف. بالظبط، ده النقطة دي 0 0 0 والنقطة دي كام؟ 400 200 و0 400، فيبقى 200 و0 400 زائد 0 0 0 على 2 هيطلع معاك 100 و0 و200. ده قانون يطلع لك النقطة على طول، أو تنزل من هنا على الإكس وانزل من هنا على الزد. برضو أكيد خدت أنت أكيد في الجيومتري ثانوي، اكيد ان انا لما بنزل من نقطه من النص
خط هنا بيربنديكولار بيبقى دي بينزل في النص برضه، هيبقى هنا 100 و100 وهنا 200 و200. فسواء من قانون المنتصف او من قانون ان انا انزل نورمال هنا او انزل النورمال هنا فينزل في النص والنص، هيطلع معاك في الاخر يعني 100 و0 و200. والطول حسبناه من القانون اللي هو سكوير روت 400 سكوير زائد 200 سكوير 447. بس خلاص زي ما قلنا هضرب اكس 1 في ال 1 فيبقى 0، اكس 2 في ال 2 فيبقى 40,000، اكس 3 200 في 400 يبقى 80,000، اكس 4 100 في ال ال فيطلع معايا الرقم ده، وكذلك واي 1 في ال 1، واي 2 في ال 2، واي 3 في ال 3 يبقى 0، واي 4 في ال 4 يبقى 0، زد 1 في ال 1، زد 2 في ال 2، وفي النهايه اعمل سميشن للزد في ال ال، وسميشن للاكس للواي في ال ال، وسميشن للاكس في ال ال على سميشن ال. زي ما قلت لك ممكن ما تحطش الكلام ده في التيبل وتحسبه على طول على الكالكوليتور لو تقدر تحسبه. احسب السميشن اكس اوف ال على سميشن ال يطلع 121، سميشن الواي بار في ال ال على سميشن ال يطلع 44، سميشن الزد بار في ال ال على سميشن ال يطلع 124.5. حد عنده سؤال في المساله دي يا باشمهندسين؟ فاهمين؟ ايوه تمام. طيب هل ممكن اتوقع برضو الانسر هنا؟ اتوقع الرينج يعني بتاع الانسر. تعال نبصها، نبص عليها تاني. نمسك مثلا دايمنشن زي دايمنشن الواي، وعايزكم انتوا تردوا عليا كده، اقصى قيمه للواي كام؟ 200 صح؟ 200 اقصى قيمه للواي 200. ده شوف الوايرز عند واي بزيرو والوايرز عند واي ب 200، انهي في وايرز اكتر عند واي بزيرو ولا واي ب 200؟ عند واي زيرو، وعند واي زيرو في الواير ده والواير ده، مش الواير ده والواير ده، الاثنين دول عند واي بزيرو. 3 و4 دول مش الاثنين عند واي بزيرو؟ تمام. هيبقى منطقي منطقي ان انا لو هاجي عند النص كده عند 100 ان السنترويد بالنسبه للواي بار يبقى اكبر من 100 ولا اقل من 100؟ أقل من مية. هيروح حد عند الوايرز الأكتر، مع بالمنطق يعني أنا إزاي هروح الحتة الفاضية من الوايرز بالنسبة للواي؟ يعني هروح الحتة اللي فيها وايرز أكتر، اللي فيها ماس أكتر، مع الوايرز دي يعتبر كماس أو يعتبر كجيومتري شيء. فيطلع معايا فعلا الواي بار 44.7. أنا قدرت أحدد الرينج اللي هتبقى موجودة فيه الواي بار من 0 لمية، مش من 100 لمتين، 3 4 4 7. طيب نفس النظام بالنسبة للزد، للزد أقصى قيمة للزد كم؟ 400. عند زد بزيرو 400، عند زد بزيرو في الاثنين وايرز دول. طب عند زد ب 400 مفيش غير حاجة، يبقى بالمنطق هلاقي الزد بار أقل من 200 ناحية الحتة اللي تحت اللي فيها وايرز كتيرة، ولا اكبر من 200؟ اقل من 200. تمام، فعلا طلعت معايا 124.5. برضو بص على الاكس، الاقي عندي اكس بصفر واكس ب 200، الاقي عندي اكس ب 200 في الوايرز ده كله، يعني كل الواير ده عندي اكس ب 200، واكس بصفر مفيش غير الواير ده اقل منه، فاكيد هتطلع ان الاكس بار اكبر من ال 100 رايحه ناحيه ال 200 اللي فيها وايرز اكتر. 321. تمام، الكلام ده زي ما قلت لك بستخدمه عشان اراجع بيه. يعني انا خلصت المساله وحليت معايا يا باشمهندسين؟ تمام، فخلصت انا المساله وحليت وعايز اتاكد الرينج ماشي تمام ولا لا. تمام،
طبعا ده بيفيدك برضو احيانا كتير ان انت لو اتزلقت في الوقت في المساله في الاخر ممكن تستبعد بعض الانصار، بس طبعا يعني ايه افضل انت تحل وتتاكد بيه. حد عنده سؤال؟ ده تمام. مين؟ اه طيب تعال نشوف مساله تانية في الوقت دي. ثلاثة وايرز، ده هسميه واحد وده اتنين وده ثلاثة، تمام؟ أول واحد ده 2 إنش، خلي بالك الواير اللي هو على شكل نص دايرة ده الـ XY بلين. واحد يقول لي عرفت منين في الـ XY بلين ما ممكن يبقى في السبيس؟ أقول لك من إن الواضح جدا إن النيجاتيف إكس أسمال الواير نصين، ده من النيجاتيف إكس أسمال الواير نصين، والديامتر بتاعه عند الواي يعني الديامتر بتاعه عند الواي يبقى 100% الواير ده في الاكس واي بلين، واضح حتى من الرسم يعني من الشكل رسمه واضح. تمام، فامسك اول واير اللي هو ده، طبعا طوله ب 2 انش، حد يقول لي السنترويد بتاعه بكام؟ كانك بتجيب نقطه، فاكرين النقط اللي احنا كنا بنجيبها في ال 3 دي في الفورسز في الاول؟ النقطه 0 نيجاتيف 2 بالظبط، 0 نيجاتيف 2 1. كان احنا النقط اللي احنا لو تفتكروا ان احنا قعدنا فيها سيكشن كامل نحل فيها في الاول الفورسز، فهنا 0 ونيجاتيف 2 1 والطول طبعا 2. طيب نيجي هنا بقى زي ما قلنا بتحدد اولا الاكسس اوف سيمتري عشان تحط عليه القانون، القانون بيبقى على الاكسس اوف سيمتري، فالاكسس اوف سيمتري زي ما هو واضح كده قدامك هو النيجاتيف اكس، فال2R على باي دول هيبقوا في النيجاتيف إكس، يبقى 2R يعني 2 في 2 على باي 4 على باي في نيجاتيف إكس، يبقى نيجاتيف 4 على باي، نيجاتيف 4 على باي يعني هتطلع معاك لو حسبتها كديسمال نيجاتيف 1.273، وطبعا صفر في الواي بار وصفر في الزد بار لأن هي في النهاية على الإكس أو على النيجاتيف إكس فملهاش لا واي ولا زد. طب نحسب الطول بتاعها ازاي؟ باي ار، باي ار فتبقى 6.283. طيب اخر واير زي ما قلنا هنجيب نقطه المنتصف، احسب ايه اخر واير؟ هنجيب نقطه المنتصف، هنحسب النقطه عند اكس ونقطه عند واي، نقطه على الواي. فهنا 4 و 0 و 0 وهنا 0 و 2 0 نجمعهم على بعض ونقسمهم على 2 فيبقى 2 و 1 و 0 بالظبط. هنا 2 و 1 و 0 الطول بتاعها زي ما قلت لك ده 4 وده 2 يبقى سكوير روت 4 سكوير بلس 2 سكوير يعني سكوير روت 20 يعني 4 سكوير ب 16 زائد 2 سكوير اللي هو 4 يبقى سكوير روت 20. نحسب الطول هيطلع كديسيمال يعني 4.47، بس الباقي بقى زي ما انت عارف اضرب الاكس 1 في ال1 والاكس 2 في ال2 والاكس 3 في ال3 واجمعهم على بعض يبقى ده سمشن الاكس بار في ال على سمشن ال يطلع معايا الاكس بار، وكذلك واي 1 في ال1 زائد واي 2 في ال2 زائد واي 3 في ال3 واجمعهم على بعض على سمشن ال اجيب واي بار، بعد كده زد 1 يبقى 2 في 1 ب2 زد 2 في ال 2 0 زد 3 في ال 3 ب 0 2 على سمشن ال ال يديني 0.1567. وكده يبقى انا جبت الاكس بار والواي بار والزد بار بتوع الشكل. حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ لا تمام. تمام يبقى ده الجزء الاولاني بتاع الوايرز، زي ما انت شفت ما فيهوش قوانين كتيره ولا حاجه، هما ثلاث أشكال ممكن يقولك واير على شكل لاين، يعني كان بقى شكل اللاين ده هوريزونتال فيرتيكال مايل أي حاجة أو نص دايرة أو ربع دايرة، مش هتجيلك حاجة زيادة يعني. تعال نشوف بقى الاريا، الاريا برضو زي ما عملنا هنديفايد الشيب لكومبوزيت بارت، أنا عارف السنترويد بتاعها واحسب الاريا والسنترويد لوكيشن زي ما عملنا بالظبط، وبعد كده ابلاي ذا ايكويشن
in the Barovia slide. اللي هو ايه بقى الاكويشن نفس اللي احنا عملناه اللي هو summation x بدل ال اللي هتبقى ايه يعني x واحد في اريا واحد لان x اتنين في اريا اتنين على اريا واحد زائد اريا اتنين يعني هنشيل كل ال ونحط اريا فنفس القانون بس الفرق بقى دلوقتي الاشكال السنترويد بتاعها بقى عامل ازاي طبعا الريكتانجل ده سهل بيبقى في النص يعني هنا ده لو ده اتش وده بي يبقى بي على 2 واتش على 2 ده بي على ده اتش على 2 وده بي على 2 ده طبعا سهل جدا الرايت انجل تريانجل المثلث قائم الزاويه بيبقى اتش على 3 وبي على 3 بي على 3 واتش على 3 طب واحد يقول لي طب انا ما عنديش مثلث قائم يعني عندي مثلث كده عامل كده اقول لك حوله الاثنين قائمين نزل عمود وحوله الاثنين قائمين او طبعا ممكن تحسبها من هي نقطه تلاقي متوسطات المثلثات لو تعرف تحسب بس كده كده حتى لو كده ممكن احولها زي ما قلت لك الاثنين قائمين واطبق على كل واحد فيه دي على 3 واتش على 3 بص الدايره زي ما قلت لك اول حاجه بحدد الاكسس اوف سيمتري محور التماس اللي هو بيقسم نص الدايره لربعين تساوي ويبقى هنا السنترويد هيبقى 4 قرع 3 باي ما تحفظش ان هي الواي بار ب 4 قرع 3 باي في ناس بتروح حافظه واي بار طب لو طلعت لك كده لو انا عندي نص دايره كده اعمل ايه ها الاكس هي اللي تبقى ب 4 قرع 3 باي لا الاكس ولا الواي ما اعمل ايه يا باشمهندس احط المحور التماثل هتلاقي محور التماثل ده خط مايل يبقى الاربعة قرعة التلاتة باي فين على الخط المايل ده وبعد كده اروح محللها بقى في الاكس والواي فاهمين يا باشمهندس الحته دي تمام اربعة قرعة التلاتة باي ده على محور التماثل فممكن تلاقي نص دايره ودي جت في امتحان قبل كده لقيت نص الدايره كده مايله فما حدش يكون حافظ يروح حاطط ان الواي او الاكس واربعة لا انا اروح راسم الخط اللي هو المحور التماثل اللي هو بيبقى عمودي على الديامتر بيبقى عمودي على الديامتر ده تمام واحط عليه الاربعة على 3 باي طبعا ساعتها كان سهل جدا تحسب الزاويه ديت اللي هي مع الاكس سهل جدا تحسب الزاويه اللي مع الاكس اروح محلل بقى في الاكس والواي واحسب طيب ربع الدايره على طول 4 ار على 3 باي واربعة قرع على التلاتة بقى. مش محتاج بقى تحفظ حاجات كتيرة. هم دول اللي ايه معظم الاشكال اللي انت محتاج تحفظها. طيب. في نقطة بقى مهمة في الاريا ما شفناهاش في الوايرز. ايه هي? حتة ان الشكل يبقى موجود بنقص. يعني بيبقى عندي اريا مثلا زي كده. متشال منها دايرة. او متشال منها نص دايرة. ساعتها اعمل ايه يا باشمهندسين? ساعتها تشتغل عادي جدا تحسب السنترويد بتاع الريكتانجل وبعد كده احسب السنترويد بتاع السيركل طبعا سنترويد السيركل بيبقى في النص هنا السنتر يعني في السنتر بتاعه بس لما اجي اعوض في القانون اعوض عن الاريا بتاعه السيركل بالنيجاتيف احط نيجاتيف قبل الاريا بتاعه السيركل وبالتالي يبقى النيجاتيف برضو الاكس بار في الاريا ونيجاتيف واي بار في الاريا تمام يعني في الاخر اعوض عن الاريا بالنيجاتيف لو متشالة من الشكل تمام فاهمين الحته دي يا باشمهندسين تمام تعالى نحل بقى مسائل على الاريا تمام تعالى نحل مسائل على الاريا تعالى نحل المساله دي ثانيه واحده طيب بس المثلثين دول حليت المساله دي مع الدكتور ولا ما حليتهاش حليناها ايوه تمام في حاجه من اللي قبل كده كانتوا حليتوه مع الدكتور تقريبا لا تمام طيب يبقى دي حليتوها مع الدكتور دي حليتوها مع الدكتور دي اللي هي النص اليمين مختلف عن الشمال ولا حلينا بالحالتين يعني لا يعني مسألة 60 حلتوها ولا ما حلتوهاش؟ ايوه حلناها تمام تعالى نحل المسألة 57 دي حلتوها؟ لا
ماشي. طب انا بنحل مسائل مختلفه عشان يعني تستفاد اكتر، بدل ما نحل نفس المساله وانت ايه ما تستفادش حاجه. طيب المساله دي بيقول لي ايه؟ عايز الجرافتي وول is made of concurrent، يعني الجرافتي وول ده مصنوع من الصلب. عايز اللوكيشن x بار و y بار بتاع السنتر اوف ماس g for the wall. طبعا واحد يقول لي ده هنا قال لي سنتر اوف ماس، اقول لك بس هنا قايل لك ايه؟ ان الوول كله معمول من الخرسانه في نفس الدينستي، فهل هنا السنتر اوف ماس هيختلف عن السنترويد ولا هو هو هيبقى نفس السنترويد؟ هو هو نفس الماده. لو قال لك مثلا انا عندي الحته اللي فوق دي معموله مثلا من الالومنيوم او معموله من الكونكرنت، والحته اللي تحت دي معموله من الستيل، اه ساعتها بقى كان هيختلف، لكن ما دام نفس الماده خلاص يبقى السنترويد هو هو سنتر اوف ماس. اول حاجه زي ما قلنا هنقسمها ببساطه لكذا شكل، ممكن تاخد الايه براحتك التقسيم، يعني انت وانت براحتك عايز تقسم براحتك قسم. ممكن ناخد مثلا الايه المستطيل اللي تحت ده اللي هو يبقى 0.4 × 3.6، وبعد كده اخد السكوير ده، خد السكوير الكبير ده تمام، السكوير ده يبقى 3 × 3. واحد يقول لي عرفت منين ان هو 3 × 3؟ اقول لك دي 3 واضحه، ودي 0.6، ودي 2.4، فيبقى 3 × 3. اللي فتح المي. طيب بعدين اشيل منه المثلث ده، لازم اشيل منه حاجه بقى، اشيل منه المثلث ده هو ده. ده هيتشال منه كده، واشيل منه المثلث التاني. بس يبقى كده انا غطيت الشكل كله. انت بقى براحتك، يعني انت عايز تعمل نفس التقسيمه دي حتى وانت بتحل المسائل دي، جربها في البيت ان انت تحلها بتقسيمه تانية، طبعا هيطلع معاك نفس الانسر يعني، بس طبعا كل ما كان عدد الاشكال اقل كل ما كان اسهل. تمام، نمسك اولا المستطيل او ريكتانجل اللي تحت ده. حد يقدر يقول لي السنترويد بتاعه بكام؟ حضرتك فين السنتر؟ طيب 1.8 هنا الاو السنترويد تحت على الشمال، ادي او اهو، ادي الاو ده هنا 0.4 وده 3.6، 1.8 و 10 بالظبط، 1.8 و 10 ببساطه شديده جدا يعني. ده هو بدل لامس الاكس ولامس الواي، ده بيبقى اسهل حاجه، يعني اسهل حاجه انت بتلاقي لامس الاكس ولامس الواي، فهي بتبقى نفس القانون بالظبط، نص الاتش اللي هيبقى 0.2 ونص البي اللي هو البيز هيبقى 1.8 اهو، حتى هو حاططها على الرسمه 1.8 اهو و 0.2 في الواي. طيب نمسك الايه السكوير ده كبير، او السكوير الكبير اللي هو 3 × 3، طبعا دي 1.8 عشان يبقى 3 برضه. انا عرفت منين ان هي 3؟ ما عرفتش 3 من فوق، عرفت 3 من تحت، ان هي 0.6 الحته دي، ودي 2.4 فيبقى 3. فنحدد السنترويد اهو، نص الثلاثه 1.5، بس الواحد ونص هيبقى رايح لفين؟ هنا لسه فاضل لي كام؟ 4/10. يبقى الواي بار بكام؟ 1.9 واحد ونص اللي هو نص التلاتة وفي 0.4 تحت ف 1.9. طب الاكس بار هنا 1.5 2.1. يبقى الاكس بار بكام؟ بالنسبة للريكتانجل 2.1 صح؟ 2.1 أو السكوير 2.1 برافو. يبقى أهي أدي 2.1 وأدي 1.9.
موضوع بسيط جدا يا باشمهندس، كأني بحسب احتسيات نقطة. خلاص تمام، تعالى امسح لك خلاص احنا حسبنا بقى الريكتانجل ده والسكوير دول، تعالى امسحهم لك دول، وتعالى نركز بس على المثلث او المثلثين الباقيين. نمسك المثلث ده، ده قلنا 1.8، خلينا نعملها بالاحمر، ده قلنا 1.8 وده 3، يبقى قلنا اتش على 3 وبي على 3، اتش على 3 وبي على 3، اتش على 3 يبقى 1، بس 1 منين؟ من هنا الحته دي 1.8 يبقى 0.6، بس منين؟ من الحته دي. حد يقدر يقول لي بقى السنترويد اللي احنا بنحسبه بالنسبه للاوريجين يبقى كام في الاكس وكام في الواي، او اكس بار بكام وواي بار بكام؟ اكس بار 1.2 1.2 برافو عليك، والواي بار 2.4 بالظبط 2.4، وهنا 0.6 يبقى 1.2 في الاكس بار. تاني الطول ده 1.8، قلنا اتش على 3 وبي على 3 1.8، وهنا 3 يبقى 1.6، بس 1.6 منين؟ من النقطه دي. انا بحسب بالنسبه للاورجن، فالحته دي 1 يبقى لي الحته دي 2 ودي 0.4، فيبقى 2.4 في الواي بار. طب الاكس دي 0.6 وهنا 0.6 يبقى 1.2 اهو، الحته دي 1.2 وهنا 2.4. ما تنساش زي ما قلت لك تحط نيجاتيف حتى وانت بترسم عشان تعرف ان الاريا دي هتتاخد بالنيجاتيف. طيب اخر مثلث ده 3، 3 يبقى السنترويد على بعد قد ايه؟ 1 من البيز مش من الاوريجن، وهنا دي 0.6 يبقى 0.2. فحد يقدر يقول لي بقى الاكس بار بكام والواي بار بكام؟ 3.2 او 1. ليه 1؟ 1.4. اه يعني في 1 في 4 تحت، او 1.4 و3.4 من 10، ان الحته دي كلها 3.6 من 10 وشلت منها 2 من 10 يبقى 3.4 من 10. تمام 3.4 من 10 1.4 من 10. زي ما قلت لك ما تنساش تحط النيجاتيف قبليها وانت بترسمها حتى مش تبقى عارف ان انا هحط الاريا هنا اللي بالنيجاتيف. حد عنده مشكله يا باشمهندسين؟ لا تمام. موضوع بسيط، احنا يعني ما بنقولش حاجه صعبه، هي كلها مثلث دايره ربع دايره نص دايره حاجه زي كده، فالموضوع بسيط. المهم بس ان انت زي ما قلت لك تخلي بالك انا حافظ القانون، القانون ده بالنسبه لايه؟ انا وانا بجيب بالنسبه لايه؟ انا بجيب بالنسبه للاورجن اللي موجود في الرسم، انا حافظ القانون بالنسبه للبيس مثلا بتاعه المثلث، او بالنسبه للسكوير ذات نفسه، او بالنسبه للريكتانجل نفسه. فانا احط الاطوال اللي انا حافظها من القانون واستخدمها عشان احسب الطول بالنسبه للايه؟ للاورجن. يعني انا بجيب النقطه دي من الاخر، بجيب النقطه دي بالنسبه للاورجن بس. بعد ما انت قسمت شكلك خلاص الموضوع انتهى، الموضوع بقى سهل. هشتغل ببساطه اكس بار في الاريا واي بار في الاريا. ممكن تعملها زي ما قلت لك في تيبل بسيط كده صريف، وممكن تعملها على طول. يعني همسك اول واحده اكس بار في الاريا، فاول واحده الاكس بار بتاعتي بكام؟ 1.8. طب والاريا عباره عن ايه؟ عن 0.4 في 3.6، يبقى اول واحده 1.8 في 3.6 في 0.4. تمام. طيب تاني واحدة الاكس بار كانت 2.1 والاريا كانت 3 في 3 عشان ده سكوير، فيبقى 2.1 في 3 في 3. طيب تالت واحدة كانت 1.2، الاريا هنا بقى تحطها بالنيجاتيف، الاريا هنا تحطها بالنيجاتيف، فالاريا كانت عبارة عن ايه يا باشمهندسين؟ 1/2 اهو، اوف 1.8 في 3 نص طول القاعده في الارتفاع في المثلث، بس لازم تحطها نيجاتيف في الاول. انا حطينا نيجاتيف 1.2 في 1.8 في 3،
نفس النظام في الترينجل الثاني نيجاتيف هاف 3.6 في هنا طبعا 3.4 كان السنترو تطلع 15.19. طبعا الكلام ده ممكن تعمله في تيبل زي ما قلت لك بيبقى شكله منسق اكتر، بس طبعا وانت في الامتحان ممكن تلاقي ان التيبل ده ممكن ياخد من وقتك شويه، فتحلها على طول بالكالكوليتر او تكتب على طول. لكن طبعا لو انت شايف ان التيبل اسهل لك اشتغل بيه. انا برضو شايف ان التيبل بيبقى منظم اكتر. طيب نفس النظام عملناه هنعمله في الواي بار، اضرب الاثنين من 10 في الاريا دي، الاريا خلاص قلناها 0.4 في 3.6، بعد كده 1.9 في الاريا دي 3 في 3 اهو، بعد كده 2.4 في الاريا دي اللي احنا قلنا نص في 1.8 في 3 وبالنيجاتيف اهو، واخر حاجه 1.4 في نص في 3.6 وبالنيجاتيف عشان الاريا بالنيجاتيف او الاريا يعني انا عوض انا في القانون بالنيجاتيف عشان انا شايل. جبت سميشن الواي بار في الاريا ومعايا سميشن الاكس بار في الاريا وادي سميشن الاريات يطلع معايا 6.84 زي ما قلت لك الاثنين اريا دول بالنيجاتيف، اقسم سميشن الاكس بار على الاريا في الاريا على سميشن الاريا وسميشن الواي بار في الاريا على سميشن الاريا اجيب الاكس بار والواي بار. فاهمين يا باشمهندسين؟ اه تمام. ده بالنسبة للاريات. تعال نشوف بقى بالنسبة للفوليومز. احنا كده خدنا الاول الوايرز، خدنا الاريات، خدنا الفوليومز. الموضوع بالنسبة للوايرز الاول او الاريات لحد دلوقتي بسيط جدا. بتاخد الشكل تقسمه المجموعة من الاشكال، احسب السنترويد لكل شكل واحسب الاريا بتاعته، وبعد كده اضرب سميشن الاكس بار في الاريا على سميشن الاريا. اخلي بالي في الاريا بالذات لو الاريا متشاله تبقى بعوض عنها بالنيجاتيف. طيب تعال نشوف بقى الفوليوم. الفوليوم خلي بالك يا باشمهندس، طبعا اكيد الدكتور قالك في المحاضره ان انا ما عنديش غير السوليد فوليومز، يعني في فوليومز تبقى هولو من جوه او اير من جوه، لا انا عندي كل الفوليومز من جوه بقى ميتال، كله جوه ميتال تمام. ما عنديش حاجه اسمها، لان فيها هتلاقي لو انت حد بيقرا في الكتاب هيلاقي ان في قوانين اللي هي اسمها المساحات الدورانيه، او ان انت تلاقي مثلا سلندر كده بس من جوه اير، دي مش عليه. طبعا السلندر زي ما انت شايف او عندي ثلاث اشكال، سلندر هيمسفير والكون. بالنسبه للسلندر زي ما انت شايف كده هي الاكسس اوف سيمتري بتاعها هو الواي، فيطلع معايا ان الاكس بسي والزد سي الاثنين بزيرو والواي بيقل على 2، الفوليوم بقى باي ار سكوير في ال. الفوليوم دايما بيبقى مساحه القاعده في الارتفاع فبيبقى باي ار سكوير في ال. طيب الهيمسفير الفوليوم بتاعها 2 باي ار كيوب على 3، 2 على 3 باي ار كيوب اللي هي نص الفوليوم بتاع السفير، وبيبقى عباره عن هنا الحته دي 3 ار على 8، الحته دي 3 ار على 8 ده السنترويد بتاعي. طبعا لو الهيمسفير اتعكست هتبقى 5 تعال 8 ار من حيث الحته دي، يعني حيث النقطه دي، فانت تحفظ القانون من حته واحده خلاص يبقى 3 على 8 ار من البيس. طبعا الست اكسس هو هنا الاكسس اوف سيمتري، فالواي والاكس بيبقوا زيرو. نفس النظام في الفوليوم بتاع الكون او المخروط، اتش على 4 من جهه البيس. طبعا لو قلب لك المخروط هيبقى 3 على 4 اتش من جهه الايه، من جهه التيب بوينت. الفوليوم بتاعها تلت باي ار سكوير في اتش. طبعا يبقى لازم تذاكر تبقى حافظ الحاجات دي تمام. هل الدكتور ده زياده في الفوليومز عن دول ولا ادكوا دول بس؟ لا دول بس.
خدتوا المسألة دي مع الدكتور ولا لا؟ لا كنتش فاهم شيء. تمام تعال نشوف مسألة 79. المسألة دي بقى بيقول لي The assembly is made from a steel hemisphere. عندي شكل معمول من steel hemisphere, نص كورة يعني معمولة من الستيل. الكثافة بتاعتها 7.8 ميجا. لو تفتكر الميجا دي عدت علينا قبل كده في الكورس. الميجا دي كنا بنقول عبارة عن ايه؟ حد فاكر؟ 10 أس 6. الميجا دي 10 أس 6. برافو 10 باور 6. فأنا اليونت بتاعتي بتاعت الماس هي الكيلو جرام. هي الكيلو جرام. فأنا بحول الميجا الكيلو ان انا اضرب في 1000. فدي يعني لو هنحولها تبقى 7800. تمام؟ 7000 وإيه؟ 800. طبعا دي هتبقى 2700. لان احنا هنحولها لكيلو جرام. تمام. السلندر دي معمولة من الألومنيوم. بيقول لي هات لي السنتر اوف ماس. طيب هنا لو قال لك هات السنترويد, يعني لو نفس السؤال ده وقال لي هات السنترويد, هل كنت هبص على الرو اصلا حتى لو كتبها؟ لا لا ملاش لازم. ملاش لازم. نخلي بالك سؤال زي ده جه في الفاينل قبل كده وكان نقطتين ورا بعض. النقطه الاولانيه هات لي السنترويد, النقطه الثانيه هات السنتر اوف ماس. طبعا اللي مش عارف الفرق بين الاثنين راح حط, وطبعا الاختيارات كانت ايه, هي هي في الاثنين. اللي مش عارف الفرق راح عمل اي حاجه او عمل ان الاثنين زي بعض. طبعا لا, لان هنا في دينستي مختلف. الاثنين بيبقوا زي بعض لو الدينستي واحد. هعمل ايه؟ زي ما قلت لك هشتغل واحده واحده على الاثنين. كان الشكل ده اقسمه 1 و2, ده شكلين على طول, مش محتاج بقى ان انا ايه هيبقى عندي اكتر من شكل. طبعا بالنسبه للسلندر هو قال ان الاتش ده ب 200. قلنا السلندر يا باشمهندس بيبقى في النص, هيبقى نص ال 200 100, بس انا بحسب بالنسبه للاورجن. يبقى بالنسبه للاورجن كام؟ الزد بار 62. الاكس بار, الاكس بار والواي بار بزيرو. واحد يقول لي ليه الاكس بار والواي بار بزيرو؟ لان الاثنين او الشكلين الزد عباره عن اكسس اوف سيمتري بالنسبه لهم. الست الزد بتاعها بالنسبه لهم في السنتر هو السيمتري بتاعها, وبالتالي انا في الامان. يعني ما اقدرش اقول الاكس ليها قيمه ولا الواي ليها قيمه, او ما الاثنين بزيرو, ان السنترويد لازم يبقى على الزد. فزي ما انت زي ما انت قلت كده يا باشمهندسين هيبقى 160 مللي. طبعا ممكن تحول الملي ده المتر, هنحوله فيبقى 0.26 بالنسبه للايه للايه الالومنيوم. طبعا هو عكس, انا يعني عندي يعني خلى ده 1 وده 2, مش هتفرق زي ما قلت لك الترقيمه دي مش هتفرق, بس خلاص خلينا نعكسها زي ما هو زي ما المكتوب المكتوب عشان ما تتلخبطش. هنا نخلي الهيمسفير هي 1 والسلندر هي 2. فالسلندر زي ما انتوا قلتوا كده 260 ملي, هنحولها المتر. ليه هنحولها المتر؟ عشان كده كده هو مديني الدينستي بالمتر كيوب, فالافضل ان انا اخلي كل الحجوم عندي وكل الاطوال بالمتر. بس خلي بالك حتى لو انت خليتها بالملي متر وجيت طبقت في القانون في الاخر هيطلع ايه؟ هيطلع بالملي متر, وهوريها لك دلوقتي. يعني مش هتفرق معاك في القانون قوي, لان كده كده لو انا ثبتت اليونت هتطلع لي باليونت في الاخر. بس يفضل عشان كده كده انا هضرب في دينستي ان انا اخليها كلها متر وخلاص. طيب بالنسبه بقى للهيمسفير دي قلنا القانون 3 على 8 ار من البيز, يبقى من ناحيه النقطه ديت يبقى 5 على 8 يبقى 5 اوفر 8 في 160 يطلع لك 100 ملي اللي هي 0.1. نحسب الفوليومز, سهله جدا. الفوليوم ده بتاع الهيمسفير 2 على 3 باي ار كيوب, والار ب 0.16 متر, هيطلع ده الفوليوم بالمتر كيوب 0.0085. وهنا الفوليوم بتاع السلندر قلنا مساحه القاعده في الارتفاع هيبقى باي ار سكوير في اتش, يعني باي في 0.008
في الاتش اللي هو 200 هيطلع معاك 0.004. بعد كده هنا بقى قلنا يا باشمهندس هنا انا بحسب سنتر اوف ماس مش هقول زد في في. لو انا بقى كنت بحسب سنترويد كنت اقول زد 1 في في 1 زائد زد 2 في في 2 على في 1 بلس في 2. لا لا انا دلوقتي بحسب سنتر اوف ماس فلازم اقول زد 1 في ام 1 زائد زد 2 في ام 2 على سميشن الماس. تمام؟ فهنا لازم نضرب في الدينستي. هنضرب ده زي ما قلنا هنضربه في كام؟ 7800 ونضرب ده في 2700. هنضرب ده 7800 ونضرب ده في 2700. تمام. طب واحد يقول طب انا يا باشمهندس عملتها بالميجا نسيت ما خدتش بالي ورحت عملتها بالميجا هل هتفرق؟ هقول لك لا مش هتفرق. ليه؟ لان انت بتعمل في القانون زد واحد في ام واحد صح بلس زد اتنين في ام اتنين على ام واحد زائد ام اتنين. فببساطة شديدة جدا انا ايا كان وحدة ام لو هي هي فوق وتحت يبقى كأني انا ما غصتش حاجة. يعني انا لو عملت سبت الوحدة بالميجا جرام ما حولتهاش لكيلو جرام مش ده هيبقى ميجا وده هيبقى ميجا وده هيبقى ميجا وده هيبقى ميجا. هل كده انا عملت حاجة غلط؟ ها مش هنسي هل كده انا عملت حاجة غلط؟ لا ريشيو يعني اليونت فوق ايه؟ ريشيو ريشيو يعني ولا كل حاجة؟ ريشيو فهي بالميجا كأن الميجا راحت مع الميجا فمش فارقة يعني كيونت مش هتفرق معي. بس احنا خلاص الافضل ان تخليها كلها كيلو جرام عشان تخليها اس يونت. لكن لو جربتها وسبتها بالميجا هتطلع معاك نفس الايه الزد دبار سواء خليتها بالكيلو جرام او خليتها بالميجا جرام. تمام نكمل. هضرب بعد كده زد واحد في ام واحد وزد اتنين في ام اتنين واعمل سميشن للزد في الام على سميشن الام يطلع معايا 0.1223. سؤال هو انا كنت ممكن اتوقع الانسر زي ما كنا بنتكلم في الوايرز وفي الاريا والحاجات دي ممكن نتوقع الانسر هنا؟ ببساطة شديدة جدا يا باشمهندس انا عندي جسم مكون من جسمين. جسم الاولاني مصنوع من الالومنيوم اللي كثافته او الدنسيتي بتاعته 2.7 والجسم الثاني اللي كمان الفوليوم بتاعه اكبر مصنوع من الستيل اللي الدنسيتي بتاعته تقريبا 3 اضعاف الدنسيتي بتاعه الالومنيوم ده. يبقى بالمنطق السنترويد هيبقى في الحته الثقيله دي ولا في الحته الخفيفه اللي فوق؟ ثقيل. يبقى انا متوقع ان لازم يبقى اقل من 160. فعلا في الحسابات طلع معاك 0.122 متر يعني 122 ملم. فعلا طلع معايا صح او طلع معايا متوافق مع الانسر يعني. تمام. حد عنده مشكله في المساله دي يا باشمهندس؟ لا تمام. تعال نشوف بقى المساله 80 نفس الشكل بس غير لي حاجه بسيطه. راح قايل لي ايه؟ عايز الاتش بتاع السلندر يعني خلى السلندر بتاعتها اتش so that the center of mass is located at z bar equal 160 ملي. طيب انا لما كانت الاتش ب 200 الزد بار كانت بكام؟ ب 122 صح؟ اللي هي 0.122 يعني اللي هي 122 ملي تبقى بالملي يبقى 122 ملي. سؤال بقى شوف الناس فاهمة حتة السنس دي ولا لا. الاتش دي هتبقى اكبر من 200 بتاعت المسألة اللي فاتت ولا اقل؟ اكبر
أكبر. ليه؟ لأن أنا لازم أزود الماس بتاعت الألومنيوم عشان أقدر أشد السنترويد. فعلا أنا متوقع أن الإتش من قبل ما أحل المسألة هو أنا متوقع أن الإتش بتاعت السلندر تبقى أكبر. تعال نشوف هل هيطلع التوقع اللي أنا متوقعه ده صح ولا لا. هنعمل ايه؟ هنشتغل بالمسألة عادي جدا. طبعا الجزء بتاع الهيمسفير ده ما فيش اي حاجة اثرت عليه، هيبقى 3 على 8 من جهة البيز و 5 على 8 من جهة النقطة، يعني 5 على 8 في 160 ملي يعني 100 ملي اللي هي 0.1 متر، ونفس الفوليوم هو على 3 باي ار كيو، والماس اضرب في الروستيل، والزد بار في الام. طيب هنا بقى اختلف. كنت هنا المرة اللي فاتت لو تفتكر قلنا 260، جت منين ال 260؟ قلنا ال 160 اللي تحت زائد نص ال 200 ب 100 يبقى 260. هنا ما طبعا انا ما اعرفش الاتش، فبقت اتش على 2 بلس 0.16 طبعا عشان احنا زي ما قلنا بنحول للمتر. هنجيب الفوليوم ان تيرمز اوف اتش، هتبقى باي ار سكوير في اتش، يطلع معايا الرقم ده 0.020 في اتش. هضرب احسب الماس ان انا اضرب ده في الرو بتاعته، يبقى انا كده جبت الماس. وبعد كده اضرب الزد بار في الام، اعمل سميشن للزد بار في الام على سميشن الام، تمام. طبعا اودي ده الناحيه الثانيه، هيطلع لي ايكويشن سكند ديجري اوف اتش، يعني هيطلع لي اتش سكوير زائد حاجه. المهم في النهايه لما اجي احل الايكويشن ديت هيطلع لي تو سوليوشن، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. النيجاتيف اعمله ريفيوز، البوزيتيف هيتبقى لي هيبقى 0.385 فعلا، يعني 385 ملي، فعلا طلع اكبر من 200 زي ما احنا كنا متوقع. فالمساله الثانيه دي هو بس كل اللي عمله ان ادالك الزد بار، يعني المره اللي فاتت كان بيسال على الزد بار وخلى الاتش هي القانون وسال على الاتش، تمام. حد عنده سؤال في المسألة دي؟ لا تمام. تعال ناخد مسألة تانية، مسألة رقم 74. يبقى فيها كون بيقول لي ايه؟ خدت المسألة دي مع الدكتور ولا لا؟ لا لا, لا. تمام. هنا بيقول لي locate the center of mass z bar of the assembly the cylinder and the cone are made from the material of tenacity respectively 5 ميجا جرام و 9 ميجا جرام. زي ما قلت لك لو انت ثبتها وطلعت الماس بالميجا جرام فوق وتحت مفيش مشكلة. فأول واحد، تعال نحسب أول واحد، سميه ده واحد وده سميه اتنين. السيلندر السنترويد بتاعه في النص، يبقى الزد بار بكام؟ 4.4. طيب 4.4. طب الثاني الزد بار هيبقى كام؟ واحد. ممكن الناس تقول لا اتش على 4، اتش على 4 زائد 0.8 الكون اتش على 4 مش اتش على 3، ف 0.15 زائد 0.8 يبقى 0.9. زي ما قلت لك يبقى احفظ كويس القانون، تمام. بس خلاص، يبقى اول واحد نقول سميشن زد بار في الام، فاول واحد 0.4. الخمسه دي زي ما قلنا الدينستي، وزي ما قلت لك لو عايز تخليها خمسه بس وتشيل الاصفار، تخيل ان انا خليتها خمسه بس، كانت الاصفار هتتشال هنا وهنا وهنا، مش هتاثر لك على الانصر، مش هتاثر لك على الانصر. يعني هنا احنا محولينها، حولناها الكيلو جرام فخليناها 5000 بالنسبة للسلندر، وخليناها هنا 9000 بالنسبة للكون. لو انت كنت سبتها 5 و9 زي ما قلت لك ما كانتش هتأثر على الأنصر. بص قدام، لو انا كنت شلت الألف من هنا، شلت الألف من هنا، وشلت الألف من هنا، وشلت الألف من هنا، بالنسبة للمسألة زي ما تكون حطتهم، لأن يعني انت حطتهم فوق وحطتهم تحت، تمام. هنا الفوليوم هيبقى باي في 2 من 10 في 8 باي اريا، الاريا اللي هي باي ار سكوير في 0.8، وهنا طبعا 0.8 زائد 0.15 زي ما قلت لك اللي هي اتش على 4.
جت منين؟ لا اتش على 4 في الفوليوم اللي هو تولت باي ار سكوير 0.6 تولت باي، والار هنا ب 0.4 فيبقى تولت باي في 0.4 سكوير في 0.6 على الماس هنا زائد الماس هنا نحسب هيطلع معايا 0.754 متر اللي هي 754 ملم. تمام، حد عنده مشكله في المساله دي؟ لا تمام. تمام، تعال نشوف مساله تانية. المساله دي بيقول لي هات لي الديستانس اكس بار تو ذا سنترويد اوف ذا سوليد which consist of a cylinder with a hole. حتى دي hole with a length of h 50 مليمتر according to the base. تمام، الهول ده هحسب الفوليوم بتاعه، هعوض عن الفوليوم بتاعه ايه، بالبوستيف ولا بالنيجاتيف؟ نيجاتيف. فاول واحد خلاص ده واضح جدا ان ده 120، يبقى السنترويد بتاعه في النص يبقى 60، والفوليوم هيبقى كام؟ هيبقى باي في 40 سكوير في 120 اهو، يبقى باي في 40 سكوير في 120 طبعا الاول سميشن الفوليوم يعني نيجاتيف باي في 20 سكوير في 50، حطينا الفوليوم هنا بالنيجاتيف طلع 100 معايا 172 في 10 باور 3، ده سميشن الفوليوم. اكس باور في الفوليوم 60 في الفوليوم ده ماينس عشان الفوليوم ده بالنيجاتيف 25 عشان هو قال ان الحته دي ب 50 فيبقى نصها 25 في الفوليوم ده، وبالتالي يطلع معايا 11.02 في 10 باور 6 باي على سميشن الفوليوم يبقى 64.1. واحد يقول لي هو انا كنت ممكن اتوقع الانسر، اقول لك اه بالمنطق كده يا باشمهندس، انا عندي حته هولو لحد 50، حتة دي 50، وعندي حتة مصمطة سوليد من 50 ل 120، يبقى أنا السنترويد هيبقى في الحتة دي ولا في الحتة دي؟ الحتة اليمين اللي هي اليمين اللي هي السوليد، ففعلا لازم يطلع معايا من 50 ل 120، فعلا طلع معاك في الآخر 64.1. لما تلاقي حتة التوقع الأنسر دي بتبقى مفيدة قوي، لا بحيث ان انت تلاقي وسيله بسرعه تتاكد فيها، يعني ما بدل ما تقعد بقى تراجع على المساله كلها، لا انا من كده ابقى فاهم المساله. حد عنده سؤال يا باشمهندس المساله دي؟ تمام تمام خلاص كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني. تعال بقى ناخد الجزء الثاني اللي هو بتاع الانتجريشن. انا ناخد بقى الجزء، انتوا خدتوا انتجريشن في المحاضره صح؟ اه ايوه اه. تعال ناخد بقى الجزء الثاني بتاع الانتجريشن. حد عنده مشكله في موضوع الاشكال المحفوظه؟ ها حد عنده مشكله؟ لا تمام. تمام طيب الانتجريشن بقى يا باشمهندس، الانتجريشن بيبقى بسيط جدا، مش الموضوع مش صعب ولا في اي حاجه. بتاخد ببساطة شديدة جدا القانون بتاعك بيبقى عبارة عن بالنسبة للإكس بار انتجريشن الإكس بار في الدي أريا أو الأريا إليمنت على انتجريشن الأريا إليمنت. طب والواي بار هيبقى انتجريشن الواي بار في الدي أريا على انتجريشن الدي أريا. طبعا في انتجريشن في الفوليومز بس أعتقد إن أنتوا ما خدتوش انتجريشن في الفوليومز في المسائل. هل الدكتور شرح لكم فوليومز في المسائل فيها انتجريشن؟ لا مش عليكم طبعا، فانت عليكم بس الاريا. الاريات انا باخد اريا اليمنت او انتجرال اليمنت. الانتجرال اليمنت انا عندي اختيارين، تنفع في كل المسائل اه يعني تنفع تختار براحتك، بس طبعا هتلاقي زي ما بنيجي نحل دلوقتي في المسائل اقول لك في اختيار بيبقى اسهل شويه وفي اختيار بيبقى اصعب شويه. فلو انا عندي الاريا اليمنت فيرتيكال، انا واخد الاريا اليمنت الفيرتيكال، يبقى الواي بار واي على 2 والاكس بار باكس. واحد يقول لي اشمعنى الاكس بار باكس؟ اقول لك لان الواي بار هي الشريحه طولها واي والسيجنس بتاعها دلتا اكس،
المفروض الاكس بار اكس بلس دلتا اكس على 2، بس انا كده كده الدلتا اكس على 2 دي الدلتا اكس دي او دي اكس دي تندس تو زيرو فبهملها، فبيعتبر ان الاكس بار باكس. فطول الشريحه واي، هنا ده السيكنس بتاعها دي اكس، فالمفروض الاكس بار يبقى اكس بلس دي اكس على 2، فاحنا بنعمل الدي اكس على 2 لان دي اكس ده تندس تو زيرو، تمام؟ وساعتها الدي اريا بيبقى عباره عن ايه؟ الدي اريا بيبقى عباره عن ايه؟ واي دي اكس. ففي الاليمنت الفيرتيكال الدي اريا بتبقى واي دي اكس، ولازم تبقى عارف ان الواي بار واي على 2 والاكس بار بكام؟ باكس. هنا بقى في الهوريزونتال اليمنت بقى الطول اكس والسيكنس دي واي، فالاكس بار بتبقى اكس على 2 والواي بار المفروض تبقى واي بلس دي واي على 2، فبرضه بنهمل الدي واي على 2 بيبقى واي بار بتساوي واي على طول، يبقى الاكس بار باكس على 2 والواي بار بواي. يتبقى لي ان انا ابقى عارف ان الدي اريا بكام؟ واي دي اكس باكس دي واي، دي اريا باكس دي واي، يبقى الهوريزونتال اليمنت الدي اريا بيبقى اكس دي واي. يبقى انا ببساطه شديده جدا هاخد الاريا اليمنت بتاعتي احط عليها الاكس بار والواي بار واحط الدي اريا واطبق في القانون. الاكس بار هي عباره عن الشكل كله اكس بار دي اريا على دي اريا، والواي بار واي بار دي اريا على دي اريا. طبعا وبحط الليمتس بتاعه الانتجريشن، خلي بالك احط الليمتس بتاعه الانتجريشن، بشوف بدايه الاكس عندي لو انا مثلا بالنسبه للواي بشوف بدايه الواي عندي ونهايه الواي عندي، طب لو بالنسبه للدي اكس بشوف بدايه الاكس عندي ونهايه الاكس عندي. خلينا نحل مثال على طول نوضح فيه الموضوع ده. زي المثال ده الاريا هي الازرق، فانا بقول لك خدها كده قاعده كده يا باشمهندس، لما الاقي هنا الواي اكسس مش تعتبر جزء من الاريا، صح ولا مش صح؟ تمام. فانا لما تلاقي الواي اكسس جزء من الاريا يبقى لازم اخلي الاريا اليمنت بتلمس الواي، يعني اخلي الاريا اليمنت ايه؟ هوريزونتال. طب لو واحد قال لي انا عايز اعملها فيرتيكال هقول لك تمشي عادي تقدر تطلعها، وما اقول لك دلوقتي ازاي، بس هيبقى الاسهل ان الاريا اليمنت هنا ايه؟ تبقى هوريزونتال. تمام. يبقى ده واي ده اكس قصدي معلش ده اكس وده دي واي. ببساطة شديدة جدا يبقى الاريا تبقى عبارة عن ايه؟ دي اريا بيبقى عبارة عن ايه؟ ها؟ حد يقدر يقول لي دي اريا عبارة عن ايه؟ ناس نايمة مش عارف. دي واي اكس؟ اه اكس دي واي. يعني بجيب الاريا بتاعت ريكتانجل يا باشمهندس. فدي اريا اكس دي واي. تجيب ثلاث معلومات. أول حاجة الدي اريا اكس دي واي. ثاني حاجة الاكس بار، الاكس بار بالنسبه للاريا اليمنت بيبقى عباره عن اكس على 2، والواي بار لما يبقى هوريزونتال كنا بنقول بيبقى ايه؟ بيبقى واي. بس وعوض في القانون، جبت الثلاث معلومات دول عوض في القانون. تعالى التعويض سهل جدا اهو، زي ما انت شايف خدنا الاليمنت هوريزونتال، هنا الاكس بار باكس على 2، الواي بار بواي، الدي اريا اكس دي واي اهو، فيبقى اكس بار في دي اريا على دي اريا، يبقى اكس على 2 احنا قلنا الاكس بار باكس على 2 باكس دي واي على اكس دي واي انتجريشن الاكس دي واي. انا بعمل انتجريشن بالنسبه للدي واي، فهحط الليمتس بتاعه الانتجريشن بالنسبه للواي، فمن 0 ل 1. طبعا اكيد انت اكيد خدت في الماس الكلام دوت، يعني اعتقد ان كلكم عارفين ان انا ما ينفعش اعمل انتجريشن للاكس بالنسبه للواي، فلازم اخلي المتغير بتاعي واحد، فانا عاين الاكس كيوب بواي، يعني الاكس بكام؟ اكس بكام؟ واي باور 1 اوفر 3، بس اشيل كل اكس واخليها واي 1 اوفر 3، اشيل كل اكس واخليها واي 1 اوفر 3، فيبقى نص y باور 2 اوفر 3 في دي واي، وهنا من 0 ل 1، وهنا برضو y ب 1 اوفر 3 او روت كيوب y. بس
انتجريشن ده سهل جدا، انت حتى ممكن تحله على الكالكوليتور، يعني في كالكوليتور بتحل الليمت انتجريشن على طول. طبعا عارف ان احنا بنزود الباور واحد، فتبقى واي باور 5 على 3 على 5 على 3 في نص، وعمل بعد كده بواحد وصفر لو واحد عايز يعملها على طول يعني من غير الكالكوليتور، فيطلع ببوينت 4 ده بالنسبة للإكس بار. طيب بالنسبة للواي بار، واي بار عندنا الواي بار بكام؟ بواي في اكس دي واي على اكس دي واي، اشيل كل اكس وعوض عنها بواي في 1 اوفر 3 واحط ليميتس عند بتاع الانتجريشن من 0 ل 1 واحسب. تمام امين يا باشمهندسين؟ تمام. الكلام ده خدتوه في المحاضره ولا ما خدتوش؟ خدناه صح. خدناه بنفس المثال. تمام. طب كويس. طيب لو في مثال ما كررناه ما حدش يعني لو في مثال خدناه قولوا لي بس عشان ناخد مثال تاني عشان ما ناخدش حاجه مكرره. طيب تعالى بقى ببساطه، لو واحد بقى جت في دماغه وقال لك لا انا مش عايز اخد الهوريزونتال اليمنت، مع ان المفروض اسهل بس في ناس بتحب تروح تاخد حاجه صعبه، فانا اقول لك ماشي عايز تاخده فيرتيكال اوكي، بس هنا بقى الفيرتيكال الطول شبه اكس، الطول شبه اكس. طب واحد يقول الطول هيبقى واي، هقول لك ولا هيبقى واي، ما الطول هيبقى ايه؟ هيبقى واحد ماينس واي. الواي يا باشمهندس هي اللي هي علاقه بالكيرف، فالكيرف بالنسبه للاورجن الحته دي هي اللي واي، الحته دي هي الواي والحته دي واحد، فالطول هنا يبقى ايه؟ واحد ماينس واي، لا هو واحد ولا هو واي، مش كده بقولك دي بتبقى صعبه شويه. السيكنس هيبقى كام؟ دي اكس، فدي اريا هنا هتبقى واحد ماينس واي في دي اكس. طيب بالنسبه حد بقى يقول لي بالنسبه للاكس بار كام؟ اكس بار هيبقى بكام؟ اكس هيبقى باكس عادي، عادي اكس بار هيبقى اكس عادي، لكن الواي بار محدش يقول لي بقى واي على 2، لا مش واي على 2، امال ايه؟ واحد ماينس واي على 2، واحد ماينس واي على 2 زائد واي، يعني ايه؟ هتبقى واحد ماينس واي على 2 اللي هي نص الشريحه زائد الحته اللي باقيه، ما انا عايز اجيبها للاورجن يبقى زائد واي، فاهمني؟ فكانها واي على 2 زائد نص، واي على 2 زائد نص. فهنا لو انت عملتها كده هتطلع معاك نفس الانسر، فعشان كده احنا بنريح دماغنا خالص وبقول لك الموضوع ده، ان انا بدل ما يبقى الموضوع مكلكع شويه في الشريحه الفيرتيكال لو انا عايز، لا انا ببص على انهي اكسس جزء من الشريحه. والله لو الاكسس اللي هو الواي اكسس جزء من الشريحه خلاص اخدها هوريزونتال ولا حد مان. طب لو لقيت الاكس اكسس جزء من الشريحه يبقى اخدها فيرتيكال، تمام؟ لكن لو كده زي ما قلت لك بشوف هنا واحد ماينس واي، انا عايز اجيب السنترويد بتاع الشريحه، فبالنسبه للاكس هو اكس، طب بالنسبه للواي هو نص طول الشريحه، فيبقى واحد ماينس واي على 2 زائد الحته ديت اللي هي واي. فهمتوا يا باشمهندسين؟ امين. ايوه تمام. أيوة. بس مش فاهم يعني قانون الانتجريشن ده جاي منين وليه بيجيب لنا قانون يعني الانتجريشن؟ قانون الانتجريشن عموما يعني جاي منين ومعنى ايه يعني ليه بيشتغل كده؟ لا انا كاني انا بحسب الاريا اندر ذا كيرف، يعني كاني انا بحول ان انا بحسب الاريا اندر ذا كيرف وبحسب السنترويد بتاع كل اليمنت، يعني بقسم الاريا دي لاليمنت وكل اليمنت ليه سنترويد، تمام؟ فكاني بعمل لهم سميشن واجمعهم على الاريا كلها بس بالانتجريشن بس، فاهم؟ تقريبا. خلاص تمام تعال حل. حلت المساله دي مع الدكتور ولا لا؟ نحلها حلناها. طب دي هي كل المسائل اللي هتلاقيها نفس الكيرفات خلاص خلينا نحل دي.
هنا بقى y equal 1 over 9 x cube. هاخد انا element ايه؟ vertical. واحد يقول لي اشمعنى خدته vertical؟ هقول لك براحتك ممكن تاخده horizontal عادي، بس انا لما لقيت الx او الاريا لمسه الx خلاص خدها vertical. وزي ما قلت لك قبل ما ابدا حاجه احط الثلاث معلومات. الدي اريا هتبقى عباره عن ايه؟ ها y dx y dx تمام. طيب الاكس بار بكام؟ بالاكس اكس. الواي بار واي على بس حطيت مسألة بقت بسيطة جدا 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 تقدر تشتغلها براحتك مفيهاش أي حاجة. ناس معايا يا باشمهندسين ولا صوت قطع؟ هو قطع سنة وفاكر مشكلة عندي. خلاص لا لا تمام هو قطع بس كان تقريبا قطع عندك فخلاص نكمل. فالواي بار بواي على 2 زي ما قلت لك حطيت التلات معلومات دول او اخش بقى اعوض في القانون. قانون بسيط جدا اكس بار دي اريا على دي اريا ده بالنسبه للاكس بار واي بار دي اريا على دي اريا ده بالنسبه للواي بار. فزي ما انت شفت ادي الواي بار بواي على 2 زي ما قلنا الاكس بار باكس الدي اريا بواي دي اكس. فاجي اعوض هنا اكس بار دي اريا يبقى اكس واي دي اكس على انتجريشن الواي دي اكس. قلنا طبعا ما ينفعش احط واي وانا بعمل انتجريشن بالنسبه للاكس فأشيل كل واي الواي بواحد على تسعة إكس كيوب. يبقى أشيل كل واي وأحط واحد على تسعة إكس كيوب. فيبقى هنا ده وانا على تسعة إكس باور فور وهنا وانا على تسعة إكس كيوب. أحط الليمتس بتاعت الانتجريشن بالنسبة للإكس. فأنا من الإكس بتحرك من زيرو لتلاتة. يبقى من زيرو لتلاتة فوق ومن زيرو لتلاتة تحت. طبعا ده انتجريشن بسيط جدا هيبقى إكس باور فايف على إكس على فايف. يبقى 2.4 متر. نفس النظام هنا في الواي بار هيبقى واي على 2 واي اشيل كل واي واحط مكانها 1 على 9 اكس كيوب واحط الليمتس بتاعه الانتجريشن من 0 ل 3 واطلع هنا 0.857 تمام. حد عنده مشاكل يا باشمهندسين في المساله دي؟ فاهمين؟ تمام. طيب لو كنت هعكس بقى لو كنت هعكس عايز بقى الناس عشان تبقى فاهمه حته طول الشريحه دي فانت تفهمها من العكس فعايز بقى حد شاطر كده يجاوب معايا. لو انا كنت خليتها هوريزونتال اولا طول الشريحه بيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ 3 ناقص 3 ماينس اكس بروف 3 ماينس اكس 3 حد دي 3 ماينس اكس طبعا في دي واي ده بالنسبه للاريا الي الواي بار هيبقى بكام؟ واي عادي الواي بار ده بالنسبه لي اهو ده بواي عادي. طب الاكس بار زي ما عملنا المره اللي فاتت الحته دي يبقى 3 ناقص 3 ماينس اكس على 2 بلس اكس بالظبط 3 ماينس اكس على 2 اللي هو نص الشريحه بس نص الشريحه ده مش هيبقى لامس الاكس ده هيديني الحته دي يعني كان نص دي هروح جامع علي راح جاي مع علي بيفكر مسائل شابتر 5 انت لو كانت المساله دي شابتر 5 كنت هتعمل ايه قلت لك ارسم الفري بار ديجرام بتاعها كنت هتعمل ايه كنت هحط هنا في ax و ay صح كنت هحط هنا ويت للبليتا ويت للبليتا ده الويت بتاعها وهحط هنا تنشن في الكابل ده صح فهو بيقول لي
احسب الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت رياكشن بتاع البين اي، وعايز الفورس في الكورد بي. فلازم انا يا باشمهندس لازم احسب المسافه دي اللي هي اكس بار، عشان لما اجي اخد مومنت عند الاي اضرب الدبليو في الاكس بار. صح ولا مش صح؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم احسب الاريا، وبعد ما احسب الاريا اضربها في السيكنس، وبعد ما اضربها في السيكنس اضربها في الرو عشان اجيب الويت. موضوع بسيط معايا باشمهندسين. يبقى اول حاجه لازم احسب الاريا، عشان الاريا اضربها في السيكنس اضربها في الدينستي جبت الويت، يبقى انا جبت الويت اللي انا مش عارفه ده. وبعدين لما اجي اخد مومنت عند الايه، انا هاخد مومنت عند الايه عشان احسب بقى التنشن وكده، طبعا ده اي واي وده اي اكس، لازم اجيب الاكس بار. طيب هجيبها ازاي؟ عادي جدا. ده هنا يا باشمهندسين الاريا لمسه الواي اكسس، يبقى اخد الاريا اليمنت ايه، هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ الافضل هوريزونتال. زي ما قلت لك مع فيرتيكال تقدر تطلعها عادي، بس احنا الافضل عشان ما نتعبش نفسنا هوريزونتال. فزي ما انت خلاص عارف هيبقى هنا اكس دي واي، هيبقى الواي بار واي والاكس بار باكس على 2 اهو، ادي الاكس بار باكس على 2 والواي بار بواي واكس دي واي. بس عايز انا مش عايز احسب غير الاكس بار بس، ما مش لازم احسب الواي بار، لان انا كده كده هاخد مومنت عند الاريا عند نقطه اي قصدي، فهكنسل الاي اكس والاي واي، فاكس بار دي اريا على دي اريا، فيبقى هنا اكس على 2 في اكس دي واي على انتجريشن اكس دي واي. هشيل كل اكس واحط مكانها 3 واي، قصدي اشيل كل اكس واحط مكانها روت 3 واي، لان هنا الواي بإكس سكوير على 3، فالإكس هتبقى بوستف روت 3 واي. واحد يقول لي اشمعنى البوستف، ليه ما خدناش النيجاتيف؟ هقول لك لأنه واضح من الكيرف إنه واخد الكيرف البوستف بس. فأنا هاخد الإكس بروت 3 واي، يبقى هنا هاف 3 واي دي واي على روت 3 واي. طبعا هاخد الليمتس بتاعت الانتجريشن بالنسبة للواي، هيبقى 0 ل 3، أحسب هيبقى 1 وربع. كده جبت الاكس بار ده المسافه دي، ومش محتاج غيرها، مش محتاج احسب الواي بار، كده كده هاخد مومنت عند ايه، فانا مش محتاج غير الاكس بار. الويت قلنا بنجيبه من الاريا، الاريا حسبناها ب 6 اضربها في الدينستي اللي هي 490، واضربها في السيكنس كان مدوني نص انش، تحول الانش لفيت ان انا اقسم النص ده على 12، حولنا الانش الفيت طلع معايا 122.5 فاوند. معلش انا عندي سؤال، اتفضل. هو مش السيكنس ده يبقى هي كانها استعمل كانها فوليوم، فليه بنعمل انتجريشن دي ايه؟ لان السيكنس ده قليل قوي، انت بتتكلم في نص انش، فاه هي المفروض تبقى داخله لجوه معايا، بس انا بهملها يعني، فاهمني؟ كان انا هتبقى في الحسابات تاثيرها حاجة من 100، هل انا محتاج بقى ان انا اصعب على نفسي الموضوع واعمل انتجريشن فوليوم وهي هتبقى تأثيرها حاجة من 100؟ لا تمام صح تمام. فانا بهملها يعني، بحطها في الماس عشان في الماس تبقى تأثيرها معايا في الماس، لكن بهملها بالنسبة للايه باعتبارها اريا عادية، تأثيرها يبقى بسيط جدا. نعم بس خلاص. بعد كده حط هنا الويت، عايز بقى احسب الحاجات الباقيه. دي بقت مساله سهله جدا، مساله اكوليبريم، اخد مومنت عند الايه اكنسل الاثنين دول، واخد ويبقى ويت في الاكس بار وتي ماينس ويت في الاكس بار بلس تي بي في 3، احسب التي بي. بعد كده سمشن اف اوف اكس وسمشن اف اوف واي، الاي واي هتطلع بال122.5 والاي اكس هتساوي التي بي، يبقى جبت الثلاث النون بتوع. حد عنده سؤال في المسألة دي يا باشمهندسين؟ لا تمام. نكمل المرة اللي جاية،
انا هنحل كام مساله برضو على السنترويد المره اللي جايه ونكمل بقى. طبعا الدكتور هنشوف الدكتور دخل في المومنت اوف انرشيا فهنكمل. حد عنده سؤال؟ لا تمام. بأكد تاني يا باشمهندسين على موضوع كتابة الاسم